اليوم حنا كنتاجو، جنا بعد الشكايات حطيناهم هنا في السطات، العامل وعامل اقليم السطات. الشكايه الاولى وشكايه للشؤون شؤون المندوب المندوب وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه الاقليميه في السطات. نعم، حنا اليوم كندويو على هذا الضريح بان هذا السيد هذا المستشار واللي هو كيقول نائب، انا حيت النهار اللي مشيت حطيت الجمعيه جاب تعرض وراه ليا كاتب الضبط ديال القائد. قال لك اودي حنا تعرض، رحنا كنوبو حنا على هاد السيد هذا، انا نائب بغا يحط تعرض على حساب الجمعيه اللي بغينا نديرو حنا على الاحفاد ديالو. نعم. اللي حنا ولاد سيدي حجاج. واليوم كيقولوا لي ملي حط داك التعرض قال لك اودي انا نائب في هذا سيدي حجاج، وجينا ودرنا به شكايه بانه كينوب على سيدي حجاج، وبغينا نعرفوا هاد الفلوس ديال الصندوق فين كتمشي. كتجي السنوي كدار دلاله في المرح ديال القبه ديال السيد. نعم. كيدار كدوز كل سنه عند النهار ديالها عند هادي، وما بقاش كيدوز في الدلاله في القبه في السيد اللي هي كدوز المرح، ولا كيدوز هو الدلاله في الدار ديالو هما وثلاثه تاع الناس، كياخذوا ديك الفلوس وكيهز يشد يديرها في جيبو وكيدير الناس كاستعاتيه وكيخرجوا يزيدوا بحاله. شحال دابا من سنه هو كيدير هذا التصرف؟ تقريبا حنا قربنا له هي اكثر من 24 سنه. هو كيدير هذه العمليه؟ هو كيدير في هذه العمليه، كيشد الفلوس وكيدير الدلاله. كيدير الدلاله في المنزل ديالو؟ في المنزل ديالو، كانت كدار في الضريح، كان كيدير في الضريح وكيدي الفلوس، ثاني كيدي الفلوس، ولا كيدير عنده في الدار ثاني ولا كيدي الفلوس، ما كيتحاسب معنا لا حنا ولاده ولا والو. 24 سنه وناض واحد حنا، حيت دابا كاينين ثلاثه دواوير، كاين ولاد سي موسى وكاين ولاد سي عيسى وكاين ولاد سي عمر، هادو كاع كيديو الفلوس. حنا ولاد سي موسى كينوب علينا هاد السيد هذا، هاد النائب يقول لك كينوب علينا، هو عضو مستشار ديال الجماعه، هو اللي كينوب علينا حنا واحد البلاصه يقولوا لها الكريه، حيت حنا ولاد الخوال ولاد العمام، حنا كاع ولاد سيدي حجاج. وملي مشاو عندو واحد الناريات هادو ولاد موالي الكريع ومشينا عندو حنا، قلنا له ودي السلام عليكم خاصك تحاسب معنا على هاد الفلوس اللي كتمشي وما كتعطينا منها. الضريح ما كتبارك وكيتساسى بوحدو، داكشي البني القديم اللي قول له في البيوت ولا في الضريح ولا ما كاين حتى حاجه كتصلح. المسجد ديالو راه كاين واحد السيد اللي هو خالي هو اللي قايم به كيدير امام تما، جاب محسنين من كل بلاصه باش صوب المسجد وفرشوه. يعني دابا انا كنجيك الهضره على قبر الروضه، حيت هو الضريح ديال سيدي حجاج راه معروف بانه فيه الروضه وفيه كيقولوا لي وفيه المسجد وفيه واحد السيد يقولوا لي ولاد سي عيسى تا هو وحده، تا هو ساري ريبه بوحدو. دابا هاد السيد هذا كيكري هاد الشيء وكيدير الدلاله ديال هاد الشيء كلشي لا هو والمرافق ديالو، وكيشد الفلوس كياكلها هو بوحدو، ما كيعطينا حنا منها حتى حاجه، ما عمرنا خدنا شي ريال، لا تصنا خدنا شي ريال، حنا نمشيو فيه الحبس. وناض دابا مؤخرا ناضت واحد الجمعيه طلعت من الفيلاج لاكار، يقولوا لي لاكار جمعيه وصوبت البير وصوبت الشاطو وبغات ترمم داك الحيط ديال الروضه، ولا يعقل بان السيد عنده الصندوق ديالو. حنا دابا كنضروا، حنا ولينا مضرورين، ضررنا من جهه الناس، كيفاش السيد كيتكرب بالزباله تاع الفلوس في العام، وانت كتنوض كتجيب جمعيات وهذيك الجمعيه اللي كيجي اللي جاب كيتصور حداها كيقول لهم شوفوا انا اللي كندير هذا الشيء، باش كيتصور قدام الناس باش كيرسل الناس اللي برا ولا اللي داخل باش يقول لهم بان انا راني نيت فعلا انا راني كنتصاوب لكم في هذه الروضه وكنتصاوب لكم في هذا الشيء، وكيشد الفلوس ثاني على ظهر ديك الجمعيه. ما كاين لا اصلاح لا والو، تم البيوت عندهم هذاك الترميم ديالهم قديم طاحوا يطيحوا، ذاك السيد باقي هو مهمش الباب ديالو، كنت شتي كنت شتي الباب ديالو دابا ديال العود باقي هو حتى حاجه ما تبدلت حاجه ما تغيرت. انا قلت لك المسجد جاو الناس محسنين صوبوا ليه جليز فرشوه قادوه، هو ما كيدير حتى حاجه، هو عنده حاجه وحده اللي كيدير، كيدوز المحل في الدلاله وكيزيد بحال، ما كيبقى مقابله ما والو، ما كاين لا ضوء لا حاجه ما جات، كلشي مهمش. داك الوالي الضريح حنا كنشوفوا السادات الحمد لله عندهم الوالي الضريح ديالهم في اي اتجاه كيكون مصلوح مقاد مريقل، هذا فيه خمس بيوت وبقاو خمس بيوت وطاحوا كيريبوا. غادي نشوف هذه القضيه ديال السيد، خصنا نعرفوا فلوسنا، حنا باغيين فلوسنا. نعم. حنا باغيين فلوسنا باغيين اللحوم، باغيين نصدقوه. حنا ماشي تلحق تشد الفلوس 24 عام وما يزيد عليه، وانت كتشد الفلوس كتاكلها بوحدك ما يمكنش. كتاخذ اولاد واحفاد ديالهم هما كاينين، عرفتي تقريبا شحال كاينه؟ راه كاينه ما فوق على 1200 ولا 1400 خلق اللي كاينه اللي كتسال في هذه القبه وفي هذا السيد، راه ولاد واحفاد ديالهم. يعني الناس دابا في كل منطقه وفي كل اتجاه كيكونوا ولاد السيد، بحال مثال سيد محمد الشرقي ولا مولاي بشعيب كيديروا كل نهار كل واحد كيشد النوبه ديالو
يعني كيتسمى بواب. وحنا اليوم حنا كنعطيوك هاد الامانه وانت كتقول انا نايب، علاش كل دارك نايب؟ ما عمرك حضرتينا، ما عمرك حضرتين القبائل. بالنسبه لكم السيد خائن الامانه. خائن الامانه. واليوم انا كنطالب باللجنه بتحقيق في هاد النازله هادي، وانا راه ما غنتفاكش، راني غادي نمشي حتى لوزاره الاوقاف بالرباط وغادي ما نخلي حتى بلاصه. انا اليوم عندي ما نحضي غنحضي هاد السيدات. رسالتي الاخيره انا دابا كنطلب من اللجنات المختصه، قال لي كنشكروا فيها كاتب العام، انا دخلت عندهم اليوم العماله، قال كون هاني السي الهاشمي راه هاد الشيء غادي يمشي عند الله يجي، غادي نرسلو دابا وغادي نديرو تحقيق وتعميق في هادي. وحنا كنطلبوا من هاد الناس المسؤولين الله يجازيهم بخير، لسعادة العامل الله يجازيه بخير، ولا القائد قائد سيدي الحجاج، بان قلت لي هاد الشيء كاع اللي قلت لي كيقول لي سيدي مرحبا حنا موجودين معاك، واليوم الله يجازيهم بخير حنا بغينا نديرو تحقيق. لما كان والو ما داروا معايا تحجر راني غادي نمشي كيقولوا لي العداله، غادي ندير نرفع دعوه بانني كرئيس الجمعيه وعلى ولاد سيدي الحجاج وعلى قبيله سيدي الحجاج، انا غادي نرفع الدعوه للمحكمه، المحكمه الاداريه ولا المحكمه التجاريه اللي بالدار البيضاء، غادي نمشي نفتح موضوع ديال الدعوه قضائيه. دارت معايا شي حاجه هاد الناس، داروا معايا شي حاجه هاد الناس المسؤولين. وحنا دابا درك حنا غنلتجئوا النيابه العامه وغادي ندير شكايه للمجلس القضاء للقضاة، وغادي ندير شكايه النيابه العامه بالرباط والوزارة الاوقاف، واليوم راه حنا غنتاجوا للقضاء، غادي نديروا سيدي دعوه في المحكمه الاداريه وفي المحكمه التجاريه على قبل ما نشوفوا هاد الفلوس ديالنا فين كتمشي، ديال الضريح فين كتمشي، شحال من عام هادي، وهي راه كاينه اكثر من 24 عام، شي 24 عام راه كاينه اكثر من 24 عام، وهاد السيد كياكل لينا فلوسنا، ما دار منا حتى حاجه، اللي غادي يقول لي لا انا حقا عندي الحساب. وحنا دابا درك حنا كنطالبوا بهاد الفلوس، ماشي حنا اللي بغيناها كاولادو، حنا كانوا كبكري الناس جدودنا اللي كانوا بكري كانوا يعاودوا علينا، قال لك اودي هاد الفلوس كانوا كيعطيو الناس المحتاجين، حنا عندنا ناس محتاجين من القبيله في هاد القبيله ديال ولاد سي موسى ولاد سيدي حجاج، اللي هي ولاد سي موسى ولاد سيدي حجاج، وكاين ولاد سبع عمر وكاين ولاد سي عيسى. هاد الفلوس لاش بغيناها حنا؟ حنا بغينا باش نعطيو الناس المحتاجين ونصلحوا منا الضريح ونصلحوا منا. كاينين الناس دابا دوك خدامين في المقبره ما كيتخلصوش، ما كيخلصوش، كيقول كيعطيني 4000 ريال العام، اشنا هي عباد الله 4000 ريال العام؟ نعطيوك التصير على ولادك 4000 ريال العام، كيعطي الواحد اخر 6000 ريال وما كيشدوهاش، قال لك بعد خطره ما كيعطيهاش ليهم. وحنا هاد الفلوس اللي كندويو عليها حنا ما باغيناش، حنا بغينا نصلحوا منا وبغينا نعطيو منا للدراوش، حيت كانوا جدودنا بكري قال كانوا ياخذوا منا الحوليات ديال العيد 20 حوليه 30 كيفرقوا على الناس ولاد عمنا، ولاد عمنا اللي هما الاحفاد ديالهم اللي ما عندهمش.